السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هقول لكم عن تجربتي مع الشمع البارد. الشمع البارد اللي معايا ده من كوكو، وهو بالفانيلا وبالكوكونات، يعني فانيليا ومعها جوز الهند. تمام، ريحته وهميه للناس اللي بتحب جوز الهند والناس اللي بتحب الفانيليا زيي. ريحته وهميه بجد يا بنات. البراند دي طبعا حلوه، انا جربت افوفا وحلوه. لما جيت اشتري ما لقيتش افوفا، لقيت ده، جبته اللي هو الشمع البارد ده. بنات الصراحه اول مره جبته من افوفا، لما جيت اجربه كده كنت نفسي اعمل لكم عنه ريفيو، بس للاسف ما عرفتش اعمله لظروف وكده، فمخلتني ما عرفتش ان انا يعني اصوره. المهم وخلص وانتهينا. فلما جبت كوكو ده قلت ايه، لازم اعمل لكم عنه ريفيو، لانه بجد برده ما يفرقش عن افوفا في حاجه، وحلو قوي. اللي بيخلي البشره بعدها بتعمل بالوكس ناعمه قوي، يعني زيه زي السويت. تمام، بيخلي بينزع الشعر من الجذور وبيخلي البشره ناعمه، بيشيل طبقه من الجلد الميت، زيه زي الوكس بالظبط، زي السويت. بس الفرق ما بينه وما بين السويت ان السويت تحس ان بهدله، في بنات اصلا مش بتعرف تعملها في البيت او تعرف تظبطها، او لما بتشتريها وتيجي تحطها على النار ممكن تتلسع منها تفك. المهم يعني ممكن تحصل كوارث وبلاوي للبنات اللي ما بيعرفوش يستخدموها صح. تمام، انه لو استخدموها صح فانتوا برافو عليكم، يعني انتوا الفيديو ده مش ليكم. تمام، حلوه، برافو عليكم، الفيديو ده مش ليكم. المهم فايه، نرجع لمرجوعنا. انا من يعني اقول لكم تجربتي. اولا انا السويت ما بيجيش معايا سكه خالص، بحبه وكل حاجه بس ما بيجيش معايا سكه. يعني ايه؟ مثلا ايديا مثلا لما اجي اعمل فيها سويت ايديا تزرق، ما اعرفش ليه كده. انا من النوع ان مثلا تيجي تحطي سويت وتيجي تشديها بايدك، ضغطه الايد الحد اللي بيعمل لك، او حتى ضغطه ايدك انت لما تيجي تشدي السويت من على الجسم، انا جسمي بيزرق، جسمي بيبقى حساس. قلت ما اجرب اللي هو الشمع البارد او الكولد واكس ده، اشوف ايه نظامه. لما جبته من افوفا كنت بحطه وبشيله بالمناديل اللي بتيجي معايا ده. المناديل دي يا بنات ايه، بحس ان انا المناديل خفيفه، انا بشد المناديل بس، مفيش ايد ضغط عليا تشد السويت، او انا ايدي مش بضغط عليها بايدي التانيه عشان تشد السويت من على ايديا. انتوا فاهمين الفكره؟ بس نفس بيديكي نفس الافكت، بتقعد مثلا بالاسبوعين او التلاته الشهر ما بيطلعش، بيطول. ده الحلو فيه. وفي نفس الوقت ده البرفانات بتاعته او الروائح بتاعته لما حاطينها حلوه، انت وذوقك. في برفانات كتير قوي، في بالورد وفي بالفواكه، كل حاجه. انا اخدت ده لان انا بحب جوز الهند وبحب الفانيليا وكده. هوريكم شكله من جوه يا بنات. طبعا انا كنت فلاش من التصوير عشان اوريها لكم، هوريكم انا مستخدمه منه قد ايه، وهوري احط لكم الصور على جنب اول ما جبته. بصوا يا بنات، دي بتيجي معاها كده. تمام، بيتحط فيها الايه اللي هي المناديل اللي انت بتشد بيها الواكس وكده. ده واحد انا كنت قصاه، كنت قصاه منه ان هو اصلا بيبقى طويل. بصوا يا بنات هوريكم شكله من جوه اهو، ده شكله كده اهو، بيبقى طويل، بياخد جزء كبير يعني من الجلد. ده بالنسبه للمناديل اللي بتبقى جايه معاه، عشان بتحطي انت الوكس كده وتروحي حاطه عليه المنديل ده وتشديه. يعني مثلا فرضا انا حطيت الوكس اهو على الحته دي وبحط عليها دي كده، تمام، وبفضل اسخن شويه لحد ما الاقي دي مسكت في الوكس، لزقت، وبعد كده اروح شده ايه عكس اتجاه نمو الشعر، فتروح مشدوده. بس لما تيجي تحطي الوكس تحطيه مع اتجاه نمو الشعر، اما تيجي تسحبي بدي تشدي بيها يبقى عكس اتجاه نمو الشعر. تمام، وزي ما انتم شايفين كده بنات، دي محتويات العبوه، دي العلبه نفسها من جوه. تمام، دي 250 جرام تهيألي، مش عارفه مكتوب عليها هنا ولا لا. هو مكتوب، هوريكم برده العبوه، مكتوب عليها شمع بارد لازاله الشعر ويغسل بالماء فقط. عايزه اكلمكم على يغسل بالماء فقط دي يا بنات. انا فعلا لما باجي اغسله بالميه، شوفي لما بتيجي تغسلي السويت بتحسي ان السويت كده ايه لسه ملزقه، وعايزه تدعكيها او عايزه تحطي حبه صابون كده عشان ايه تفك يعني على جسمك. ده اقسم بالله يا بنات والله العظيم، يعني وقسم هتحسب عليه قدام ربنا، مجرد ما تحطي عليه الميه بتلاقيه ولا كانك كنت عامله اي حاجه، مفيش بقى التلزيق والكلام ده. انتوا عارفين طبعا قصدي ايه، لا مفيش التلزيق ده خالص، كانك يعني كانك كنتش حاطه حاجه. تغسلي جسمك بالميه، جسمك يبقى ناعم ولا في اي حاجه، ولا تفضلي تدعكي بقى عشان تنزلي السويت اللي لازقه في جسمك ولا اي حاجه من دي. بصوا يا بنات، متوفر بيه الروائح دي زي ما انتوا شايفين كده، كل دي الروائح بتاعته اللي تحت، حلو قوي البراند دي، يعني مش وحشه. تمام، وزي ما انتم شايفين هيدي يغسل بالماء فقط، لان يعني كنت حابه اكلمكم عليها. الوزن بتاعه بصوا مكتوب هنا عليه تحذيرات، وان هو تبعديه عن الاطفال وانتاج الشركه والكلام من ده. بصوا يا بنات برضو عايزه اوريك، اه الوزن بتاعه اهو 250 جرام. تمام، يعني ربع كيلو صح، ربع اهو، حلو كده. المهم يا بنات دي كده شكل العبوه، وبتيجي معاها من جوه زي كتالوج كده، مثلا كتيب كده صغير، يعني طريقه الاستخدام بقى بتستخدميها ازاي. تمام، وبيجي معاها الاداه دي اللي انت بتفرجي بيها الوكس على جسمك. تمام، بتحطي الوكس وتروحي فرده بيها على الجسم،
وبرده بيبقى مجرد ما بتشطفيها ما بيلزقش فيها، بتشطف بسرعه. ده بالنسبه للمحتويات. هوريكم بقى شكله من جوه، ده عشان خاطر بجوز الهند والفانيليا، فتحس ان لونه، بصوا عامل ازاي، تحس ان لونه ايه، سكري كده، مش هو مش ابيض صريح يعني. عايزه افتحه واوريه لكم. بصوا يا بنات ده شكله من جوه، شكله عامل ازاي. طبعا انا مخلصه زي ما انتم شايفين العبوه كلها، بصوا من هنا من الجنب هتبان اكتر اهي. مجرد ما فتحت الريحه طلعت واو 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 بجد. شايفين عامل ازاي، شايفين العبوه خالصه ازاي، ريحته بجد وهميه يا بنات. بستخدمه كمان، بحطه يعني، شايفين انتوا المنجيل اللي انا قصاه ده، بقصه بقى ايه حتت كده بالطول يعني، بقصه كده تمام، وبعمل بيه منطقه اللي هي فوق الفم المستاج وكده، بيبقى تحفه، بيطول معايا وبحس ان المنطقه ناعمه، ما بحتاجش ان انا اروح لكوافير يا بنات، لان طبعا حتى لو انا بطبعي بعمل وشي كله شيفنج تمام، لان بشرتي دهنيه ما بتستحملش، ولو عملتها بالفتله بيطلع حبوب وبتدمر بتبهدل يعني، فبعملها بالشيفنج بس. منطقه فوق الفم او منطقه سوري الشنب يعني، دي بعملها زي ما قلت لكم بالواكس، بقص حته صغيره من ده وبحطها على منطقه المستاش دي او منطقه فوق الفم يعني، وبشدها بيها وبس كده يعني، مش بحتاج بقى ان انا اروح لكوافير عشان اعمل مخصوص المنطقه دي. وبس كده يا بنات، هي دي كل تجربتي مع الواكس. الواكس حلو قوي، مش محتاج بقى ان انت تعملي سويت وتقفي على النار وتسخني والكلام ده كله، لا هو جاهز، انت بتاخديه وسايل كمان. اه صح، انا ما وريتكوش القوام بتاعه، هو سايل يا دوبك، بس انت بتحطيه على المكان اللي انت عايزه تنزعي منه الشعر وهو بيتشال على طول، بتحطي بس عليه المنديل بتاعه ده وهو بيتشال، فانت مش محتاجه بقى تلايطي الدنيا والكلام ده كله. البنات اللي بتحب تستسهل او للعرايس الجداد اللي برده لسه ما عرفوش يعملوا قوي، زي ما انتم شايفين، شايفين بنات القوام بتاعه عامل ازاي، بيطلع بسرعه ازاي، هو اصلا سايل فهو بيطلع بسرعه، وانت بقى بايه بتفرجيه على جسمك في المنطقه اللي انت عايزه تشيلي منها الشعر، وريحته بقى هي اللي هتفتح نفسك اصلا تشتمي جسمك كله. ريحته بجد وهميه، وفي روائح كتير كل واحده وذوقها، بس بجد اللي عايزه تجرب اللي هو ريحه الجوز الهند والفانيليا، الاثنين ميكس مع بعض رهيب، حلو قوي، وباذن الله هتعجب اللي هيجربها يعني. وانا واثقه ان انا بعمل فيديو، وانا عارفه ان البنات هتستفيد منه، وبتكلم الكلام ده وعلى ضمانتي، اللي هتجيبه وهتشوف بنفسها النتيجه هتبقى عامله ازاي. وبس كده يا بنات، هو ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، اتمنى كده يكون الفيديو عجبكم، واتمنى يكون خفيف على قلبكم، ولو عجبكم ما تنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واستودعكم الله، باي باي.